إخوة جميعا. اليوم لدينا وقفة قرآنية مع تفسير فواتح سورة الطور، سوف نمر عليها آية آية ونبدأ بالآية الأولى، قوله تعالى: والطور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما أحسن أن يتدارس الناس القرآن في شهر القرآن. سورة الطور من حيث الجملة سورة مكية، وبدأها الله عز وجل بالقسم، قال تعالى: والطور. والطور في لغة العرب يطلق على كل جبل نبت فيه الشجر، لكن المراد هنا طور معين، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده نبيه موسى بن عمران. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور، أي وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. وجاءت في هذا آيات كثيرة، قال تعالى: وطور سنين. والجبال ترمز على الشيء العظيم، قال الله تعالى: لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وقال جل وعلا: وجعل فيها رواسي، وقال تعالى: والجبال أرساها. فكل هذا يدل على عظمة الجبال في الخلق، حتى جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة لما خلق الله الجبال بعد أن كادت الأرض تميد قالت: أي رب، هل في خلقك شيء أعظم من الجبال؟ في جواب طويل، حتى إن الشاعر العربي يقول: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وما زال الناس عندما يريدون أن يمدحوا أحدا فيقولون: فلان جبل في العلم، جبل في السنة، جبل في الشجاعة، فيطلق على الشيء العظيم. والله عز وجل خلق جبالا كثر، هنا قال: والطور. يذكر العلماء هنا مسألة: هل الطور هو أفضل الجبال؟ هل الطور أفضل الجبال؟ يذهب كثيرون منهم إلى أن الطور أفضل الجبال، بحجة أن الله عز وجل عنده كلم نبيه وكليمه موسى بن عمران، فالاتفاق قائم على أن تكليم الله لموسى الميقات المكاني كان عند جبل الطور، سواء كان في المرة الأولى عندما خرج من أرض مدين عائدا إلى مصر، أم في المرة الثانية بعد أن كان بنو إسرائيل في أرض التيه. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة، فكانت تلك الموعد الزماني وأتممناها بعشر فأصبحت 40، فكان الميقات المكاني هو جبل الطور. قال قلنا الأكثرون على أن جبل الطور هو أفضل الجبال. ثمة بعض العلماء يقول إنه يمكن استثناء جبل حراء، والحجة أن حراء فيه خصيصتان. الخصيصة الأولى أن الله عز وجل عنده، أي في غار حراء، نبي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فخاتمة الرسالات إنما انطلقت من حراء. والأمر الآخر أن البقعة التي فيها حراء هو داخل حدود الحرم المكي، داخل حدود الحرم المكي، فكان هذا الجبل داخل أفضل بقاع الدنيا بلا ريب. فمكة عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف أفضل بقاع الدنيا، ولا ريب أنها من أجل بلاد الله حرمة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، الحديث الصحيح. فجبل حراء داخل البقعة المكية. من هنا رجح بعض العلماء المتأخرين كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره على أن جبل حراء أفضل من جبل الطور. نعود للطور. الله عز وجل كلم موسى عنده مرتين، المرة الأولى لما كان موسى قافلا راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر، الله عز وجل رزقه في قلبه الحنين والشوق إلى أمه وأهله حتى يعود، وإلا هو عندما عاد لم يعد أصل الأول في الأمر، المقام الأول ليرشد فرعون أو يدله، لم يكن قد نبئ، وإنما قذف الله في قلوبه الحنين والشوق إلى أرض مصر حتى يرجع. فلما رجع وهو في الطريق ضل الطريق، فلما ضل الطريق في ليلة شاتية دله الله على جبل الطور، فلما أتى جبل الطور نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله، والله قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا التكليم الأول. ثم كان ما كان من دعوته مع نبي الله أخيه هارون لفرعون، ثم أخرج فتبعه فرعون فأغرق الله فرعون ونجى موسى ومن معه، مكثوا في أرض التيه، أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا، فحكم الله عليهم، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي الأرض المقدسة، فلا تأس على القوم الفاسقين. بعد أن شكى إلى ربي: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فلما كان ذلك أعطاه الله عز وجل موعدا حتى يعطيه التوراة، فحتى يتلقى التوراة عاد إلى جبل الطور مرة أخرى فذكره بما قد مضى بالشيء الذي قد لحق. هناك كلمه الله عز وجل فرغب في مقام الرؤيا. موضع الشاهد من هذا كله: من أجل ذلك أقسم الله عز وجل بالطور فقال: والطور لا إله إلا هو.